مشاهدينا الاعزاء، ورجعنا لحضراتكم مره تانيه، وبيسعدنا ان احنا يكون معانا ضيفتنا في هذه الفقره الدكتوره منال علي. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، عضو المجلس العربي الافريقي الدولي لحقوق الانسان والعلاقات الدبلوماسيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طبعا حضرتك نموذج يعني مشرف في الدوله المصريه وعلم من اعلامها وحد مؤثر طبعا فيها. ممكن تقدمي لنا نفسك اكتر وتعرفينا على نفسك بشكل عام؟ منال علي نصر، من قرية دهشور تبع مركز البودرشين محافظة الجيزة، صحفية وإعلامية تبع قناة صوت النيس والمجلس العربي الإفريقي لحقوق الإنسان. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. ان شاء الله هنتكلم النهارده في مجال الجمعيات الخيريه. تمام. كلمينا عن دور المرأة في هذه الجمعيات بشكل عام. والله هو دور المرأة يعني مشرف وكويس. معانا انا عضو في جمعية مؤسسة الضاحي بأسيوط تبع الدكتور سيد رمضان. معانا الدكتورة سانية برضو مؤسسة البسيوني بمنوف، وهي في الإدارة التنظيمية للدولة. يعني إنسانة الدكتورة سانية مشرف، يعني حاجة مشرفة للدولة. معانا الدكتورة ماجدة عبد الحي زميلة ليا، هي دكتورة تخاطب وإعلامية برضو معانا في القناة وكده. يعني شرفنا حضرتك. أهلا بحضرتك. هل انتماء المرأة أو وجودها كعضو في الجمعية الخيرية ده بيعود عليها بفايدة في الآخر؟ أكيد. أو بشيء من النفع؟ أكيد. بتكتسب أول حاجة خبرات. تمام. تاني حاجة بتستفيد الجمعية، بتفيدها في حاجات كتيرة. يعني مثلا تعلمها مهنة، انها تعتمد على نفسها فيها، تعمل حاجات تنفعها وتنفع اولادها، بدل ما تبقى تبع جمعيه مثلا كده يعني تستنى من الجمعيه وكده. لا، الجمعيه بتاهلها لحاجات هي تعتمد على نفسها، مع برضو بيبقى مساعده من الجمعيه برضو. مظبوط. طيب حضرتك كلميني عن الاشياء اللي حضراتكم بتقدموها في الجمعيات الخيريه دي بالنسبه للناس. والله احنا بنقدم الجمعيات الخيريه لسه دلوقتي حالا جاي لنا حالات بتتعالج، بس طبعا مش قادرين على تكاليف العلاج، فالجمعيه بتساعدهم. تمام. اللي محتاج مثلا عنده بتر في جزء في ايده او في رجله كده، برضو الجمعية بتوفر له، مش قادر الجمعية بتوفر له الحاجات دي. تمام. مع مساعدات تانية بقى اللي هي المادية مع كده. يعني ايه الصفات اللي واجب توفرها في المرأة علشان تنتمي او تدخل في عضوية الجمعيات الخيرية؟ الصفات المفروض تتسم بيها؟ الصبر، وتقدر تتحمل. الجمعيات بيبقى فيها برضو بعض المشاكل او بعض المضايقات برضو كده، بس يبقى عندنا صبر. يعني الدكتورة امينة سمير، دكتورة بجمعية في ايدي امينة، يعني بسم الله ما شاء الله، عندها صبر وقوة تحمل للاطفال اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة او والمعاقين ذهنيا. يعني عندها صبر. احنا رحنا الجمعية وقعدنا معاهم وزورناه وكده كصحافة وكده، عندها صبر وقوة تحمل عالية جدا. بتتعامل معاهم كأنها ولادها مش في الجمعية. جزاكم الله كل خير يا فندم، حضرتك شرفتينا. أهلا وسهلا بحضرتك. والتوفيق إن شاء الله. فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية.